بصمات ايدك دي جت ازاي وانت ممسكتهاش؟ معرفش. طب ليه كنت مخبيها في اوضتك؟ والله العظيم انا ما خبيت حاجه. السكينه وقعت من عبير في المحل عند علاء، بعد كده معرفش ايه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء نمت، كنت تعبانه قوي، حطيت راسي على المخده ونمت. قررنا نحن واحمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات والتهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعق كهربائي ثم قتله طعناً بالسلاح الأبيض حتى الموت، فقد قررنا الآتي: إحالة أوراق المتهمتين عبير السيد أحمد وليل جمال عبد العزيز إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي. اتفضل معليك. اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ مش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي، هبقى اشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى بتعرف الحمام ده اسمه ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح. كريم عبد الرحيم صالح، حلو قوي الكباب والكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام، كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضرة الضابط؟ مش كفايه اللي خدته؟ ما بقاش فاضل حد، البنسيون خرب خلاص. ايوه كده. في ايه يا حضرة الظابط؟ واخد معاك دي ورايح على فين؟ يا استاذ حضرتك رايح فين؟ يا استاذ حضرتك عايز مين؟ كريم عبد الرحيم صالح. يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف تنفيذ حكم الاعدام، نلحق اصحابك الغلابه اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمة. وطبعا انت يا حلوة هتقولي لي على كل حاجة. انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتش، ما قتلتوش. يلا
قولي لي بقى يا كريمة كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب الاسبا وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني قبله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجأة ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت انه هو يعرف عني كل حاجة، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. تاخدي 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي النسوان البنسيون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضيه؟ يا ستي قضيه وهتعدي قضيه في شنك، هيتلفوا ولايات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبه لي. حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع المبلغ اللي قبل، ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟ مالكيش فيه مصلحة وانت هيطلعلك فيها 100,000 جنيه. وبقية الفلوس؟ بعد ما تتم العملية. هو أقنعني إن أي محامي شاطر هيقدر يطلعهم من القضية دي وإنهم ممكن يطلعوا براء. ممكن يعني عن فضيحة. الناس بتنسى كل حاجة. يا بنات جبت لكم الصابون المغربي، قوموا يلا عشان اعمل لكم الحمام. يلا. سهيتهم كلهم وسبتهم في الاوض ملفوفين بالبشاكير ورحت على باب سلم المطبخ عشان الرجاله يدخلوا منه. وتم شرعي المحكمة ورجعنا البنسيون بعد كده بفضيحة. فقودت كده كام يوم ورجعت نزلت له الشقة أطلب منه بقية الفلوس، لكن الحمار افتكر إن هو ممكن ينصب عليا وما يدينيش بقية فلوسي. ما أعرفش أنا عملت إيه عشان أوصل للفلوس دي، ولا ممكن أعمل إيه عشان أخد الفلوس دي. طمع في 90,000 جنيه يعني؟ قال لك إيه؟ هجيب لك 15,000 كمان ودول من عندنا. جدعانة يعني، بس لازم تبقى عارفه ان الراجل ساكك على بقيه المبلغ وانا مش هدفع من جيبي يعني. ما تتفضلي بدل وقفه الباب دي، دي اشرح حاجه كده سريعه. ما بتخش شقه يا روح امك، ولم نفسك كده وتعادل معايا بدل ما اديك بالقلم على خلقتك الوحك. مستنيه منك تليفون تقول لي اخد فلوسات. لا صايع، حاسس ان الشغلانه خلصت ومش هتقدري تقولي اي حاجه. صح، فضلت اغلي وما كنتش عارفه اعمل ايه. تاني يوم وانا راجع البنسيون شفت حد بيديله شنطه. طلعت فوق البنسيون لقيت الستات بيحكوا على المشكله اللي حصلت ما بينهم وبين علاء، وعرفت ان بيرو نسيت السكينه بتاعتها عنده تحت، وعرفت انهم عاوزين يتخانقوا معايا. حسيت ان الموضوع كله هيعك والفلوس هتروح مني والمصلحه كلها هتضيع وكل اللي عملته راح. نزلت واتخانقت معاه وبعد كده حصل اللي حصل. لا يا كوكي، هتغنينا في دوكا ولا ايه؟ بالراحه بقى، هتيجي عند اهم حته وتجري. احكي لي بقى ازاي قتلتيه حته حته. خبطت عليه وفتح لي. بقولك ايه يا علاء، انت كنت قلتلي ان الراجل صاحب المقاولة خلع يعني وما ادكش بقيت حقك، وانا جاية شفت حد كان بيديك فلوس وتخلصني كده وتديني بقيت فلوسي وحقي، وانت يعني يخلص بالمصلحة دي على راحتك. فلوس ايه برحمك؟ وانا اللي فاكر الشوق جايبك عشان نعطف ونلطف. نعطف ونلطف؟ نعطف ونلطف ده ايه يا رمة؟ انا جاية هنا عشان اخد بقيت حقي وفلوسي وبس. رمة ايه يا مرة يا شرشوحة يا شمال؟ امشي اطلعي بره بدل ما تيجي بالجزمه على دماغك. تدي مين بالجزمه يا ابن الجزمه؟ لا فوق، ده انا هلعك مالطه قدام الحته كلها وخلي اللي مشتغل يتفرج عليه. حلو قوي الكلام ده، يا حلوه يا بتاعه الدعاره. وليه؟ افتح انا الباب واقول للناس يا ناس الهدف جاي نفسها وبتتكلم.
خدتي السكينه بتاعت بيرو وقتلتيه بيها. وبعدين؟ سحبته على المنور عشان الخبطه، وبعدين هنزلت على الشقه مسحت كل اثار الدم اللي كانت على الارض، ومسحت بصماتي من كل حته، ومسحت بصمتي من على السكينه، وخدت السكينه وطلعت بيها عند ليلو، عند ليلو عند بيرو عشان ابصمهم على السكينه وهما نايمين. وبعدين خدت السكينه وحطيتها تحت السرير عشان تتوهم منهم. خدت السكينه وحطيتها تحت السرير عشان تتوهم منهم. قوليلي بقى يا كريمة، مين الراجل اللي خد منه الفلوس؟ بعد رفض محكمة النقض الطعن على الإعدام ورحت زرت ليلو وميرو هناك، وليل طلبت مني إن أنا أودي سلسلة لبنتها. وهناك كانت المفاجأة اللي عمري ما كنت أتوقعها. الراجل اللي كان بيسلم الشنطة لعلاء هو دكتور خالد جوز ليل. ياه، ايه سواد القلب اللي انت فيه ده؟ جالك قلب تبيعي اصحابك بالسهوله دي وتلبسيهم قضيه توديهم لحبل المشنقه؟ يعني احنا غالبا ما نفهمش الكلام ده. لا لا، يبيعوها وهي بيع جسمها، مش هيبقى صعب عليها بيع صحابها. وعلشان ربنا ما بيرضاش بالظلم وبينصف الغلابة، ظهرت براءتنا. وفي التحقيقات اكتشفوا ان خالد اتفق مع الدكتورة الصيدلانية اللي كانت عندي في المستشفى عليا، ودخلوني السجن. ولما خرجت اطالب ببنتي كانوا حيودوني لحبل المشنقة. الطمع هو اللي خلى خالد يعمل فيا كده، والطمع برضه هو اللي خلى كوكي تعمل فينا كده. بس كان لازم اسال خالد سؤال واحد. بعتني ليه؟ انا بعت نفسي اصلا لما فكرت اتجوز ممرضه. الممرضه دي اشترتك بعمرها كله. الممرضة اللي انت بتتكلم عليها هي ائتمنتك وأمنت لك مستقبلك، اتدينت عشان تخلي منك بني آدم ودكتور محترم. هندستها ايه؟ دخلتها السجن، وصلتها لحد حبل المشنقة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. سيبيني في حالي، أنا مش ناقص. مش ناقص؟ هو أنت لسه شفت حاجة؟ ده أنت هتشوف أيام سودة في السجن، زي اللي ورا تاني ظلم. دي الحاجة الوحيدة اللي هتشفي غليل والنار اللي جوايا. روح يا شيخ، إلهي ربنا ما يرحمك لا دنيا ولا آخرة. نروح اي مكان فيه بحر وننزل بهدومنا، فاكرين؟ اه. ادي ربنا بعت لنا فيلا فيها حمام سباحه. عملك يا رب، حلوه قوي. هنستنى بقى الصيف. هي دي حكايتنا، بدات بسبع بنات وختمت بسبع بنات. حكايه بنات